مشاهدينا الكرام، برحب بيكم حلقة جديدة من حلقات المشهد. حلقة اليوم سنناقش فيها المشهد والوضع داخل الأراضي الليبية، وخصوصا الوضع السياسي الذي لا يبدو أنه لا يزال مرتعشا. ففي من جهة لم تستطع الدولة ولا النظام الشرعي هناك فرض السيطرة، تعمل الميليشيات المسلحة من جهة على فرض سيطرتها، ومن جهة أخرى تتجه أنظار داعش إلى ليبيا، خصوصا وهربا بعد من الحرب الواقعة عليها في سوريا والعراق، ما يجعل ليبيا هي المكان الآمن لهم الآن. مجموعة فجر ليبيا بالأمس خطفت أكثر من 172 مواطن تونسي، وفي نفس الوقت أعلنت السلطات الليبية ترحيل ما يقارب من 200 مصري بحجة عدم حصولهم على تصريحات للعمل هناك. أيضا رفضت السلطات نشر الاتحاد الأوروبي لبعض السفن البحرية حول الساحل الليبي لمنع الهجرة غير الشرعية إلى بلادها كما ادعت الاتحاد الأوروبي. مشهد ليبي معقد ومتشابك، نحاول أن نقرأه مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ علي طرفية، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون العربية. أهلا بك يا أستاذ علي. أهلا بك. يعني من خلال التقييم سنبدأ الحوار، ولكن دعنا نتابع هذا التقرير مع مشاهدين الكرام، نبدأ بعده حوار هذه الحلقة. شهر على الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 800 مهاجر بعد غرق سفينتهم التي كانت تقلهم قبالة السواحل الليبية، قرر الاتحاد الأوروبي تنفيذ عملية بحرية واسعة للتصدي للهجرة غير الشرعية. تستهدف العملية البحرية غير المسبوقة التي من المقرر إطلاقها في شهر يونيو المقبل المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين من أجل عبور البحر المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا، حتى وإن كان ذلك بصورة غير شرعية. الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال العملية إلى نشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة السواحل الليبية التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أكدت من جانبها أن العملية ستجعل من المستحيل على المنظمات الإجرامية استخدام أدوات من مراكب وسفن لتهريب المهاجرين، كما نوهت بأن التحضيرات للعملية ستنطلق بعد تحديد مساهمات الدول في العملية. من جانبها أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن عدم مقدرتها السيطرة والحد من الهجرة غير الشرعية، ورحبت بالتعاون معها من قبل الاتحاد الأوروبي شريطة التنسيق معها أولا، وذلك من أجل وضع خطة عمل للتعامل مع الهجرة الجماعية والأزمة الإنسانية. مرة أخرى برحب بكم مشاهدينا الكرام، وببدأ حواري مع الأستاذ علي طرفية، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ علي، يعني لو بدأنا من خلال ما ذكرته في مقدمة الحلقة ومن خلال ما سمعناه في التقرير، كيف تقيم الوضع في ليبيا الآن؟ يعني الوضع في ليبيا كما أشرت، تبدو الأزمة الليبية أزمة معقدة ومتشابكة ومتداخلة، يعني بها يعني لها أبعاد عديدة وأبعاد مختلفة، لكن هناك محاولات أيضا من قبل الشرعية في ليبيا لاستعادة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار داخل الدولة الليبية. هناك الآن عمليات عسكرية من قبل الجيش الليبي في شرق البلاد، خاصة في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، وأعتقد أن حسم المعارك ضد الجماعات الإرهابية المنتشرة في بنغازي توشك يعني على الانتهاء. فهناك تقدم ملحوظ وكبير للجيش الليبي، خاصة منذ الأمس الاثنين ضد الجماعات الإرهابية، وتمكن من السيطرة بالفعل على العديد من الأحياء مثل أو المحاور مثل منطقة سوق الحوت ومنطقة الصابري، ويعني بعض الأماكن التي كانت تتمركز بها الجماعات الإرهابية، واستعاد أيضا منطقة عسكرية مهمة كانت تقع تحت سيطرة تنظيم أنصار الشريعة. هذا على هناك أيضا يعني بعض العمليات الإرهابية أو بعض العمليات النوعية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية بهدف إرباك الجيش الليبي، مثل حادثة القبة اليوم التي حدثت نتيجة تفجير سيارة مفخخة في بوابة القبة. الهدف منها هو يعني إرباك الجيش الليبي، لأن الجماعات الإرهابية كما نعلم تخوض حرب شوارع أو حرب غير متوازية ضد الجيش الليبي، وتحاول بشكل أو بآخر يعني إرباكه أو الحد من تقدمه، خاصة تجاه المناطق الساحلية في بنغازي والتي تمركز فيها العناصر الإرهابية بشكل كبير. أيضا هناك محاولات
حسب معلوماتي يعني هناك اليوم حدث لقاء لعمد ورؤساء بلديات في ليبيا في منطقة مدينة الأصابعة بهدف الوصول إلى خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية. أيضا لا ننسى أن الميليشيات الإرهابية وضمنها فجر ليبيا تحاول أن تغذي النعرات الإثنية والقبلية خاصة في الجنوب الليبي، فمعروف أن ميليشيا فجر ليبيا تدعم بقوة يعني قبائل الطوارق في حرب هم ضد قبائل التبو بهدف يعني عمل خلخلة سياسية داخل الدولة الليبية، وهو أعتقد الهدف الرئيسي من وجود الجماعات الإرهابية في ليبيا. إذن أستاذ علي، يمكن زي ما حضرتك ذكرت حرب دائرة ما بين كل الأطراف في ليبيا، ميليشيات مسلحة، تنظيمات إرهابية، قبائل ليبية وأيضا الجيش الليبي. كيف تفسر انتشار كل هذه الكميات من الأسلحة بين كل هذه الجهات؟ يعني الحرب النيتو على ليبيا عام 2011 أدخلت ليبيا في حالة فراغ أمني، لأنها قضت في المقام الأول على المؤسسات الأمنية، فغياب المؤسسات أدى إلى هيمنة المجموعات الإرهابية التي دخلت ليبيا تحت غطاء يعني ثورة 17 فبراير ومحاربة نظام القذافي، وأتاحت لها بعض الأطراف الإقليمية التي تدخلت في الأزمة الليبية بالإضافة إلى بعض الدول الغربية وحلف الناتو التوغل داخل الدولة الليبية والسيطرة على مفاصل الدولة، وهو ما أدخل الدولة الليبية في حالة فشل. كانت هناك كميات كبيرة من السلاح داخل الدولة الليبية، هناك أكثر من 20,000 قطعة سلاح وقعت تحت يد هذه الجماعات، هذه الأسلحة من ضمنها أسلحة استراتيجية وأسلحة بيولوجية وكيميائية. كل هذه الأمور شكلت فرص بالنسبة للجماعات الإرهابية لكي تنمو وتتوغل داخل الدولة الليبية، خاصة في غياب وجود مؤسسات أمنية سواء جيش أو شرطة. يعني حالة الفراغ الأمني أتاحت فرصة لهذه الجماعات لكي تقيم معسكرات تدريب وتتلقى دعم من الخارج وتتلقى أيضا السلاح من الخارج، يعني بالإضافة إلى السلاح الموجود دخلت كميات كبيرة من السلاح في إطار يعني فكرة دعم الثوار ضد النظام. أمريكا الطيران الحلف الناتو كان يلقي بالسلاح أيضا الجماعات الإرهابية في صحراء ليبيا، فهذه الجماعات تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، علاوة على أن يعني العناصر الإرهابية الهاربة من مالي ومن الجزائر ومن تونس ومن كل دول الجوار الليبي وجدت في الدولة الليبية ملاذ آمن لكي يعني تقيم في داخلها وتقيم المعسكرات وتلقى التدريب من أجل يعني وفق يعني من أجل تحقيق أهداف هم يسعون إليها في المنطقة. يعني حتى الآن هناك بعض يعني خلال هذا الأسبوع 62 عنصر إرهابي دخلوا من الجزائر إلى مدينة درنة في شمال شرق ليبيا، ولا زالت العناصر الإرهابية تنتقل خاصة من العراق ومن سوريا إلى داخل ليبيا، لا سيما وأنه خلال فترة حكم المؤتمر الوطني العام المنتهي شرعيته في ليبيا والتي كانت تهيمن عليه الجماعات المتشددة، كان يتم تسفير العناصر الجهادية إلى سوريا وإلى تونس بشكل شرعي عبر مطارات ليبيا وطائرات ليبيا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا. هذه العناصر بدأت في العودة الآن إلى ليبيا في ظل الحرب أو الصراع القائم الآن. إذن كما ذكرت أن يمكن أمريكا وحلف الناتو والغرب بصفة عامة هو الذي يغذي هذه الحرب ويزيد من اشتعال هذه الحرب في ليبيا، وكما ذكرت أيضا أن مجموعة فجر ليبيا من ضمن المجموعات الإرهابية التي تحاول أن تغذي وتلقي المزيد من النار على هذه الحرب. وبالأمس كما ذكرنا قامت باحتجاز 172 مواطن تونسي احتجزتهم في ليبيا، كيف تفسر هذا؟ يعني دعني أقول لك، ليبيا دولة غنية بالثروات الطبيعية، دولة بكر، ليبيا دولة تقع يعني انظر إلى الساحل الليبي يقترب من 2000 كيلومتر، علاوة على أنه يوجد بها يعني حقول كثيرة ومتعددة من النفط، وأفضل خامات النفط هو خام برنت، يعني نسبة الكربون به ضئيلة جدا، علاوة على أنها دولة واعدة في الاستثمار ويوجد بها الكثير من الخيرات والموارد الطبيعية. فليبيا هي محل تنافس من قبل المجتمع الدولي سواء من أمريكا أو سواء من الدول الأوروبية. في الحقيقة هناك صراع خفي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد
الأوروبي على الدولة، الاستحواذ على الدولة الليبية. الكل يحاول يعني استغلال الأوضاع في داخل الدولة الليبية في خدمة أجندته الخاصة والمتمثلة في تحقيق أطماع أو تحقيق أهداف مستقبلية داخل الدولة الليبية. أيضا يعني لكل له حساباته الاستراتيجية. أمريكا تريد طبعا أن يكون لها قاعدة، لقاعدة أفريكوم داخل الدولة الليبية، لها أطماع استراتيجية أمنية ولها أطماع اقتصادية. الاتحاد الأوروبي أيضا، خاصة أوروبا التي تقع جنوب، الدول الأوروبية تقع جنوب المتوسط، تخشى من وجود أمريكي في هذه المنطقة لأنها لها حساباتها الاستراتيجية وحساباتها الأمنية في هذا الإطار. ولذلك نرى التعجيل من قبل إيطاليا ومحاولتها الحصول على قرار من مجلس الأمن من أجل يعني القيام بضربات استباقية ضد ما تسميهم تجار البشر. هذه العمليات العسكرية قد تتطور إلى إنزال بري على الأرض لفرض يعني وجود عسكري للدول الغربية داخل ليبيا يحمي مصالحها، يحمي يعني مصالحها الاقتصادية أيضا، كما يحمي أمنها القومي في المستقبل. فسمى صراع دولي على يعني الموارد الليبية وعلى الدولة الليبية، لكنه صراع خفي وغير مباشر، وكل له أدواته في إدارة هذا الصراع ومحاولة توظيف هذه الأدوات من أجل الاستفادة أو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يطمح إليها في المستقبل. أمريكا تحتمد بشكل كبير، يعني هناك الحديث على أن بعض رجال المخابرات الأمريكية يحتمدون على عناصر موالية لداعش ويمولون داعش في ليبيا ويمولون العناصر الإرهابية من أجل المزيد من الصراع في الوقت الحالي حتى يتسنى أو يعني تصبح الأمور ملائمة لتدخل أمريكا ولوجود أمريكي داخل تزيد الفوضى في المنطقة. هذا يحقق لها المزيد من الأهداف، خاصة أن ليبيا تقع على ساحل البحر المتوسط وتقع يعني موقعها يعني لها أهمية مهم استراتيجيا، منفتحة على الدول أفريقية، السودان، على مصر، على كنوز في باطنها. يعني حتى فرنسا، الدول يعني قريبة من الدول الفرنكوفونية أو الدول التي تعتبرها فرنسا موروث استعماري لها مثل دول الساحل. ولذلك يعني كما قلت هناك صراع دولي على التدخل أو خلق فرص للتواجد عسكري داخل الأراضي الليبية. نعم، كل هذه الأحداث هل من الممكن أن تؤثر على مباحثات دول الجوار الليبي؟ يعني موقف دول الجوار الليبي كما قلت لك بناء على الاجندات الدوليه قد يتباين في كثير من الاحوال. نحن نعرف يعني فكره الحكومات الائتلافيه او الحكومه الائتلافيه التي دعا اليها برناردينو اليوم هي تغذي الصراع في ليبيا اكثر ما تدع حلا للازمه الليبيه او تضع نهايه للصراع في ليبيا. فمعروف ان الحكومه يعني اي حكومه ائتلافيه تقوم يعني على ولاءات متعدده داخل هذه الحكومه، بمعنى ان تتشكل من وزارات لكل وزير له أيديولوجية معينة أو يعني ينتمي لقبيلة معينة وينتمي لجهة معينة، ومن ثم تفشل هذه الحكومات حتى في طرح أو وضع مشروع قومي ينهض بالبلاد أو يحاول حلحلة المشاكل الموجودة داخل الدولة الليبية. وهي التجربة يعني طبقها الغرب سواء في العراق وحتى في تونس، فرض على نداء تونس أن يشرك حركة النهضة في الحكومة. كما قلت لك هي الفكرة كلها يعني الغرب يدير الصراع بما يخدم مصالحه وبما يحقق أطماعه في المنطقة وبما يحقق مشاريعه الاستراتيجية من أجل يعني فكرة الشرق الأوسط الجديد. وقد تبدو الأمور بيضاء لكنها في المستقبل تتحول بشكل أو بآخر إلى حالات سوداء ومظلمة وصراعات قد يعني تدخل فيها المنطقة بكاملها. هل هذا يفسر محاولات الاتحاد الأوروبي لتحريك بعض السفن البحرية للسيطرة على السواحل؟ نعم، واستغلال هذه الظاهرة من أجل وجود عسكري غير الشرعية في المياه الإقليمية الليبية بهدف مواجهة الهجرة الشرعية. وكما قلت لك إذا كان يريد استهداف قوارب يعني تجار البشر كما يسميهم، فتجار البشر موجودين أصلا داخل الأراضي الليبية، وبالتالي سوف يقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي الليبية وربما يقوم بعملية إنزال بري في داخل ليبيا من أجل مواجهة هذه الظاهرة. يعني هو معروف أن الذي يعني يحاول يزج بهذه الآلاف داخل قوارب والزج بهم باتجاه أوروبا هي التنظيمات الإرهابية لأنها تستفيد ماليا. فتنظيم داعش يحصل تقريبا نصف القيمة التي يتحصل عليها تجار الهجرة غير الشرعية، وبتسمى هذا يمثل بالنسبة للتنظيمات الإرهابية يعني مصدر مهم من مصادر التمويل، بالإضافة طبعا إلى يعني تهريب المشتقات النفطية ومحاولات يعني وتجارة السلاح وهذه الأمور.
طيب لو تحدثنا عن أوضاع المصريين الآن داخل ليبيا، يمكن في 200 مواطن مصري تم ترحيلهم من ليبيا عن طريق مجموعة فجر ليبيا، ويقال أن فجر ليبيا هي من سمحت لهم بالترحيل بوساطة تونسية، وهناك من يقول أن الترحيل جاء نظرا لعدم وجود أوراق صحيحة لهم. فكيف ترى كيف تقيم هذا، وكيف ترى أوضاع المصريين الآن؟ بالفعل كان تم احتجاز، على حسب علمي أنه تم احتجاز يعني عدد من العمال المصريين في مدينة مصراتة، نظرا لأنه لم يكن متواجد معهم أصلا حتى جوازات سفر، وقالوا أنه سوف يتم إطلاق سراح هؤلاء بمجرد يعني وصول جوازات السفر إليهم. العمال قالوا أنهم كانوا في سيارة يعني وسائق، وجوازاتهم كانت مع السائق، يعني هناك مثلا بوابة أمنية أو كذا، فالسائق مثلا بيلم الجوازات دي من الركاب اللي معاه وبيحاول يظهرها عند كل بوابة أمنية كإجراء روتيني مثلا متبع في الحركة والتنقل داخل الدولة الليبية. من الأفضل عامة ألا يتواجد المصريين الآن في ليبيا في ظل الصراع الدائر، وأن يعودوا إلى مصر حتى يعود الأمن والاستقرار للدولة الليبية. وبشكل عام وحسب أيضا معلومات من مصادر مؤكدة، لا يوجد مصريين الآن في الوقت الحالي داخل البؤرة التي يوجد فيها صراع ما بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية. نعم، سنعود عن للحديث حول أوضاع المصريين، ولكن دعنا نأخذ اتصال هاتفي. معنا الأستاذ حسن نزار الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ حسن. أهلا بك يا فندم. كنا نتحدث في هذه الحلقة عن الأوضاع الدائرة داخل ليبيا الآن، كيف تقيمها بشكل عام؟ الأوضاع في ليبيا لم تختلف يعني على ما كان سائدا خلال الأشهر الماضية. ليبيا البلاد الأمني أصبح معروفا لدى من يعيش في الداخل وفي الخارج. تلك الصراعات سواء السياسية أو العسكرية يعني أصبحت ترمي بظلالها على الداخل الليبي وكذلك على الدول المحيطة أو على الأقليم بأكمله. ليبيا تعاني من عدم وجود مؤسسات حقيقية تستطيع أن تسيطر على كامل الأراضي الليبية، يعني من خلال سواء المنافذ البحرية أو البرية أو حتى بعض يعني مطارات جوية. نحن نعلم تماما أن ليبيا أصبحت أحد بؤر الصراع لبعض الجماعات المتناحرة في الداخل وبعض يعني المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الأخرى. هذا الصراع امتد إلى دول شقيقة ودول صديقة، بل امتد إلى دول يعني فاعلة في العالم. ليبيا تعاني نتيجة صراعات داخلية وبعض التنافس يعني الدولي إن صح التعبير، لمن يكون له اليد الطولة في هذا البلد الذي يحاول بشكل أو بآخر أن يشق طريقه ليعيد حالة استقرار تمكنه من إنتاج طموحات هذا الشعب الذي خرج في فبراير 2011 يطمح إلى إيجاد نوع من الديمقراطية ونوع من الحرية وانطلاقة حقيقية نحو التنمية على كل الصعد، سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو يعني تطلعات هذا الشعب الذي يعتقد أنه يمتلك من المقدرات ما يمكنه من أن يكون في مراتب الدول المتقدمة من جهة، والدولة الليبية التي لديها من القدرات التي لو استغلت بشكل إيجابي سوف تكون فاعلة سواء في محيطها الإقليمي أو في يعني حتى الوضع الدولي صح التعبير. نعم أستاذ حسن، وكيف تقرأ وتفسر محاولات واتجاه الاتحاد الأوروبي لنشر بعض وتحريك بعض السفن البحرية للسيطرة على السواحل الليبية بحجة أنها تمنع الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها وبلادها؟ حقيقة يعني الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعني وبعض الدول الأخرى التي كانت في صدارة المشهد عندما انطلقت الحرب في ليبيا في 2011 تخلت على هذا البلد بشكل كامل ولم تقم بأي عمل مباشر يعني يمكن له أن يدعم الاستقرار ويدعم هذه الحركة الانتقالية بحيث يعني يصل الشعب الليبي إلى إيجاد دستور يعني يشمل كل طموحات الليبيين والليبيات بدون أي استثناء، خصوصا وأن هذا البلد لم يكن يعاني من أي عرقيات أو من أي طائفية أو من أي تشرذم نراه الآن، يعني امتد إلى حال يعني تطرف لم يكن له أو لم يسبق له مثيل في البلد. يعني الاتحاد الأوروبي أعتقد رضخ لتلك الضغوطات الإيطالية، إيطاليا لم تعد تحتمل هذه الأفواج والمجاميع التي أصبحت بالألاف تتدفق من عبر الشواطئ الليبية إلى جنوب أوروبا. إيطاليا حاولت من جهة اختتام
من يصل إلى أراضيها مع بقية الدول الأوروبية المقصودة. إيطاليا يعني بشكل أو بآخر تحاول أن تقود ما يقول الاتحاد الأوروبي أنه مراقبة إلى الشواطئ الليبية ومحاولة إعادة أولئك الذين ينطلقون من الشواطئ الليبية إلى مصدرهم. أنا لا أعلم طبعا، نحن نعلم جميعا أن ليبيا كانت خط يعني ومسار لسلع تهريبية، سواء كانت المخدرات أو كانت الأسلحة أو كانت حتى بعض السلع التموينية المدعومة سواء في ليبيا أو في دول الجوار. يعني هذا تحول الآن إلى استغلال من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تجني الكثير من الأموال من خلال تجارة البشر. نحن نعلم أن ليبيا هي دولة عبور، ولكن حتى دول المصدر المتمثلة في مصر والجزائر وتونس والمغرب أيضا في شمال أفريقيا، ناهيك على الدول الأفريقية التي تعاني من فقر مفقع بعد أن سلبت مقدراتها من قبل الدول الاستعمارية في السابق. أعتقد أن يوجد الكثير من اللغط حول هذا القرار الأوروبي، كيف يمكن أن يطبق على الأرض. نحن نخشى أن أوروبا لها مساعي أخرى وليست الهجرة غير الشرعية. نحن نخشى أن تكون هنالك مطامح أو بعض الأجندة المخفية لتلك الدول لتقوم بتطبيقها في ليبيا. أوروبا لم تقدم أي دعم للدولة الليبية لكي تستطيع أن تسيطر على منافذها وشواطئها وتستطيع أن تفعل العمل العسكري والأمني والاستخباراتي. أوروبا دائما كانت تطلق التصريحات يعني وتلك الفقاقيع، سواء بشكل منفرد أو من قبل الدول الأوروبية المجتمعة، أقصد هنا إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. دائما نسمع إلى يعني الكثير من الكلام، ولكن لا نرى إلى فعل حقيقي على الأرض. نعم، في النهاية بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسن النضار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس لإلقاء المزيد من الضوء حول الوضع في ليبيا. شكرا جزيلا لك. برجع لك مرة تانية أستاذ علي، كنا بنتكلم يمكن عن أوضاع المصريين في ليبيا وعودة أكثر من 200 مصري عن طريق الحدود مع تونس. هل ترى أنه يجب أن يكون للسلطات المصرية أو للخارجية المصرية موقف تجاه المواطنين المصريين في ليبيا؟ يعني أعتقد أن الخارجية المصرية وجهت نداءات للمواطنين المصريين الموجودين على الأراضي الليبية بالعودة إلى بلادهم حتى يعود الأمن والاستقرار إلى الدولة الليبية، وقد عاد بالفعل الكثير. ويعني الأعداد أو البعض الموجودين في الأراضي الليبية ربما تربطهم بعض العلاقات الاجتماعية القوية ببعض القبائل الليبية، وهم يحتمون داخل هذه القبائل، والقبائل توفر لهم الحماية. وكما قلت لك يعني حسب معلوماتي أن كل المصريين الموجودين داخل الأراضي الليبية بعيدين تماما عن بؤر الصراع وعن الأماكن التي يوجد بها توترات أو صراعات مسلحة. يعني طبعا الخارجية المصرية لا تتوانى والدولة المصرية لا تتوانى أبدا في يعني في تقديم كافة التسهيلات التي تمكن هؤلاء من العودة إلى بلدهم مصر. يعني لا توجد حاجة، يعني ليس هناك يعني كما قلت لك أي وجود لأي مصري في أماكن الصراع، وكلهم موجودين في أماكن آمنة وباستطاعتهم العودة إذا أرادوا في أي وقت. وأعتقد أن الخارجية المصرية سوف تقلن يعني كما قلت لك لن تتوانى أبدا عن تقديم كافة الدعم لهؤلاء من أجل العودة إلى بلدهم. طيب لو تحدثنا عن موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام عن الوضع في ليبيا، ويمكن الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي منبه في أكثر من موقف على أن ليبيا من الممكن أن تكون هي بؤرة الإرهاب في المنطقة ونقطة انطلاقه لدول أوروبا، وحذر أكثر من مرة من هذا من الوضع في ليبيا. ويمكن ما يحدث الآن هو يمكن تفسير لما يقوله الرئيس السيسي، فكيف ترى موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ يعني بالفعل ليبيا أصبحت فعلا حظيرة آمنة للجماعات الإرهابية. يعني الجماعات الإرهابية توغل الآن في ليبيا من مشرقها إلى مغربها إلى جنوبها. الآن مدينة درنة مدينة مختطفة في شمال شرق ليبيا، أيضا سرت تقع تحت هيمنة تنظيم داعش، مدينة صبراتة في غرب ليبيا، ناهيك عن الجماعات الإرهابية المنتشرة ما بين على الحدود الجنوبية في ليبيا ما بين تونس وما بين الجزائر وما بين الدولة الليبية. يعني إضافة إلى الميليشيات الإرهابية الموجودة أيضا في طرابلس وفي بعض المدن
الليبية الأخرى. بالفعل يعني ليبيا باتت تشكل خطر حقيقي على كافة دول المنطقة، وتشكل خطر أيضا على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الآن يخشى من وصول داعش إلى بعض الدول الأوروبية في إطار يعني فكرة الهجرة غير الشرعية، واتخذها مبرر وأخلاقي من أجل القيام بعمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية. ولكن كما أشار ضيفك يعني أن يعني إلى المخاطر التي تقع على الاتحاد الأوروبي، لكن كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع هذه الأزمة من منظور آخر. لماذا لم يتم رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي مثلا؟ لماذا لم يتم التمكين للشرعية في ليبيا ومساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الأمنية والقضائية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ليبيا، ومن ثم تستطيع الحكومة الشرعية التعامل مع هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الأوروبية؟ لكن هذا مطلب غير مرغوب فيه، أو لا تريده لا أمريكا ولا تريده الدول الغربية. يعني أعتقد أنه كان من الأفضل دعم يعني المجتمع الدولي، كان دائما ما يحتج على ليبيا نتيجة غياب الديمقراطية، وعندما احتكم الشعب الليبي للآليات الديمقراطية وانتخب برلمان، تخلى المجتمع الدولي وتخلت أمريكا التي ترى أنها يعني راعية للديمقراطية في العالم عن ولكنك ذكرت في البداية أن أمريكا والغرب والناتو هو اللي بيغذي وبيؤجج الصراع في ليبيا. كما قلت لك، لكل له أجندته. يعني هناك أيضا مخاوف من لدى أوروبا من التدخل الأمريكي عبر الجماعات الإرهابية في الدولة الليبية، لربما هذا يشكل مخاطر على دول الاتحاد الأوروبي. قلت لك هناك صراع خفي ما بين الدول الأوروبية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على الدولة الليبية، نظرا للأهمية الاستراتيجية لليبيا ونظرا لغناها بالموارد الطبيعية والنفط وخلافه. فالكل له أدواته التي يعتمد عليها في تأجيج الصراع واستمرار الصراع أطول فترة ممكنة حتى يتسنى الوضع يعني لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الصراع. وهل وصول الأوضاع إلى ما هو عليها الآن في ليبيا وتأجيج وزيادة الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، هل سيكون مدخل للغرب أيضا للدخول والتدخل في الشؤون المصرية؟ يعني كما قلت لك ليبيا دولة جوار، تغذية أيضا الصراعات الإرهابية التي تحدث في مصر. ليبيا دولة جوار استراتيجي، وإذا يعني تمادت ليبيا بهذا الوضع واستمر الصراع في ليبيا وقت بعيد، أكيد يعني بالتبعية سوف يكون له تداعيات أمنية على دول الجوار بما فيها مصر. ولقد تضررت مصر بالفعل من الأوضاع الأمنية المنفلتة في ليبيا، دخلت كميات كبيرة من السلاح إلى داخل الدولة المصرية، ووصل هذا السلاح بما فيها أسلحة نوعية عن الجرينوف وأسلحة وصواريخ المحمولة على الكتف، وصلت الجماعات الإرهابية في سيناء، وحتى قذائف الهاون وصلت من ليبيا إلى الجماعات الإرهابية في سيناء، وكان يتم دخول السلاح بشكل ربما شبه علني في أيام حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان تم رصد هذه الأمور. فبالطبع يعني تفاقم الأوضاع السيئة في ليبيا سوف يكون له تداعيات على مجمل دول الجوار الليبي وربما مجمل الدول العربية. ومن هنا كانت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تشكيل قوات عربية من أجل مجابهة أو الجماعات الإرهابية، لأن الإرهاب يحتاج إلى إرادة جماعية من كل الدول العربية حتى يتم الانتصار عليه، لا سيما في ظل الدعم القوي الذي يجده من قبل بعض أجهزة المخابرات الأجنبية الطامحة إلى عمل خلخلة سياسية كبيرة في الداخل المنطقة العربية بهدف تقسيمها بما يخدم الأمن القومي الإسرائيلي. وهذا كلام يعني معلن عنه ومعروف. بالتأكيد هو ما معروف ومعلوم للجميع من بداية الصراع وبداية هذه المحاولات الإرهابية. تمام. ده عن موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة. لو تحدثنا عن موقف الجامعة العربية، الموقف العربي من ما يحدث في ليبيا من صراعات. يعني للأسف أيضا موقف كيف سنتصدى لهذا؟ يعني موقف الجامعة العربية قد يكون غير مرضي إلى حد بعيد، فتعامل الجامعة العربية مع الأزمات داخل المنطقة ولا سيما الأزمة الليبية هو أقل مما هو مطلوب أو أقل مما ينبغي أن تكون عليه. وأنا أتساءل يعني كان الموقف الجامعة العربية من يعني ثورة 17 فبراير كان موقف قوي وكان داعم للثورة في ليبيا، أما الآن فالموقف الجامعة العربية تجاه الأزمة الليبية يبدو متراجع إلى حد بعيد، ما يؤكد أن هناك بعض الدول أيضا تسيطر على الجامعة بشكل
غير مباشر، وأعتقد أن على الجماعة العربية أن تتحرر من هذه المسائل، وأن يكون هناك ثورة داخل الجماعة العربية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، بحيث أن يكون لها دور فاعل وقوي في حلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة، سواء الأزمة السورية أو الأزمة اليمنية أو في العراق أو في ليبيا أيضا. يعني يجب أن تكون هناك رؤية جديدة واستراتيجية جديدة من قبل الجماعة العربية التي تمثل الأمة وتمثل الجسد العربي، من أجل التعامل مع هذه الأزمات والحد منها، ويعني تقويض هذه المخاطر التي تهدد الأمة بشكل كامل ومتكامل، ولن تستثني أحد. هل إن لم يتغير الموقف العربي تجاه ما يحدث في المنطقة وفي ليبيا تحديدا، هل من الممكن أن يؤدي هذا إلى السيناريو المتوقع، وهو بالفعل تقسيم ليبيا، وما سيؤثر هذا على باقي المنطقة؟ يعني دعني أقول، ليس المجتمع الليبي ليس سلبي لهذه الدرجة أيضا. يعني هناك رغم وجود مؤامرة، ومؤامرة كبيرة ومؤامرة دقيقة ومحاكة ضد الشعب الليبي بدقة، إلا أن هناك أيضا مقاومة من قبل الشعب الليبي. الجيش الليبي الآن يحاول بقدر الإمكان يعني تقويض نشاط هذه الجماعات الإرهابية، وقد نجح بالفعل على مدى عام من إضعاف شوكة هذه الجماعات الإرهابية. والآن بدأ الجيش الليبي وفق استراتيجية جديدة بالفعل، يعني برهن عنها خلال اليومين الماضيين، في توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية. وكما أشرت لك في بداية الحلقة أن هناك تقدم كبير جدا للجيش الليبي في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، وتمكن بالفعل من دحر المجموعات الإرهابية، ويوشك أن يسيطر على كامل مدينة بنغازي، ولا أؤكد لك أنه يسيطر بالفعل على كامل مدينة بنغازي، إلا يعني هناك بعض العناصر الإرهابية كما قلت لك التي تختبئ في بعض المخابئ وتقوم بعمليات نوعية هنا وهناك، وسوف يتم القضاء عليها قريبا. أعتقد أن الجيش الليبي لديه عليه يعني مسؤولية وطنية تتمثل في عودة الأمن والاستقرار إلى الدولة الليبية. دع الغرب ودع العالم يفعل ما يشاء، وهم أيضا سوف يقاوم، من حقهم أيضا المقاومة والدفاع عن أمنهم وعن شعبهم وعن أمن واستقرار الدولة الليبية حتى تعود الدولة كما كان. بإذن الله. في النهاية لا أستطيع أن أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ معالي طرفي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا لوجودك معنا. شكرا في الحلقة. شكرا الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في هذه الحلقة من حلقات المشهد. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وأسرة عمل جديدة. شكرا وإلى اللقاء.